يا صباح الخير يا صباح السعادة. فيديو النهاردة بصوره لكم يوم الوقفة قبل العيد، اينما هو نازل دلوقتي بعد العيد نظرا للظروف اللي انا قلت لكم عليها في فيديو قبل كده. فده تاني يوم او تالت يوم احنا ما جينا، قلنا بقى يوم الوقفة ده نروح نبضع بقى حاجات في التلاجة، وقلت اوريكم الحاجات اللي حصلت كتير فيه وحاجات غريبة. خليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله، حاجات هتفيدكم قوي، وعلى الغلطات اللي حصلت عندي في الفيديو من اولها كده. الفيديو المقطع بتاع فتح الله واحنا رايحين نجيب الحاجات فيه كنت بصور بفيديو بتليفون غير التليفون اللي انا المفروض بصور بيه، فكانت دي مشكلة عندي لاني خلص المساحة كانت غير كافية، فما صورتش كل الفيديو كل اللي احنا جبناه من فتح الله واحنا بنشتري. تمام كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. احنا دلوقتي دخلنا فتح الله، وده هيبقى مقطع صغير جوه فتح الله اللي انا صورت فيه. كان الجو هادي والشوارع زي ما شفت في اول الفيديو كان هادي يوم الوقفه، طبعا الناس كلها في بيوتها، اللي بيذبح الجزارين هي والاسواق هي اللي كانت بتبقى زحمه، بس حتى فتح الله هنا رايق زي ما انتم شايفين كده. انا بتفرج وشدني حاجات فيه كانت كويسه، بس قلت انا جاي عشان اجيب حاجات للتلاجة مش حاجات زي الكوتشيهات والكلام ده، وكنت عايزة اشتري من هناك كوتشي كان كويس، فقلت لا خلينا الاول ايه في الحاجات اللي احنا هنجيبها من فتح الله. اليوم ده كان غريب بالنسبة لي جدا من اول ما نزلنا لحد ما ايه ما رجعنا، زي ما انت اهو الكوتشات اهي، حتى انا ركزت عليها شوية كده بالتليفون، وبعد كده مريت على الحاجات اللي في الفتح الله. الحاجات الغريبة اللي انا ما كنتش قادرة امشي وما دخلتش السوق من كتر الزحمة بتاعت السوق، فانا ركنت في مكان وابو عبد الرحمن الله يبارك له راح يجيب ايه حاجات الطلبات بتاعت في السوق، وانا قاعدة قدام السوق في شارع كده اللي في وشه، فحصلت حاجات فيه غريبة برضو هوريها لكم في اخر الفيديو. دلوقتي بعد ما جينا من عند فتح الله ورحنا السوق وتسوقنا وشفنا الجو هناك كان ايه، وللاسف بس انا زعلت، كان المفروض ان انا واخده معايا التليفون اللي انا بصور بيه ده، بس انا خدت التليفون التاني اللي هو عليه المكالمات عشان لو اتصلت بالعيال هنا، فطبعا اللي بيخلص بسرعه ما فيهوش مساحه، فده زعلت جدا، فصور لي حاجات بسيطه، فانا دلوقتي بصور لكم من التليفون التاني واوريكم الحاجات اللي جابت من عند فتح الله. ماشي، دلوقتي هنبتدي نشيل الحاجات اللي جبناها من السوق واحدة واحدة كده، وناخد ونشوف الحاجة من عند فتح الله. نحطها على جنب من عند فتح الله، هذه ده وده، دي مكتوب عليها سلطة بسترمة بالوزن، دي سلطة بسترمة بالوزن اللي جبنا منها طبقين، جبنا هنا برضو جبنا رومي. طبعا لانشون ده مش اختياري، انا مش اكله من الحاجات دي كده، ده اطياب لانشون بالزيتون، ده عشان انا ما بحبوش، مش هقول لكم وزن قد ايه وبكام. طبعا جبنا هنا كان في هنا عرض صلصه وازازه خل، الازازه الخل هي المجاني عليها، والله مش فاكره بكام العرض على بعض، حاجه و20 كده. طبعا جبنا علبه نستو اللي هي برزدون، وجبنا بقى عصير، كده أول شنطة، جبنا بقى بقية العصير أهو، ده كده بقى تفاريح نزول التسالي. طبعا احنا النهارده يوم الوقفة، فعلى سبيل المثال بقية العيد ممكن يكون المحلات قافلة، الله أعلم، معرفش، أنا أول مرة نقعد هنا في اسكندرية في عيد الضحية. فجبنا الحاجات دي كده، مشروبات سخنة، نسكافيه ولاتيه والحاجات دي كلها من فرجالة. برضه تسألوني شو السعر دي، أنا برضه مش فاكرة. ده كده خلصنا الحاجات اللي جبناها من عند فتح الله، نحطها تاني
طبعا رحنا سوق، طبعا انا المشاوير دي كلها والحر والزحمه اللي كانت هناك، انا دخلنا فتح الله، وبعد كده انا استنيت بره قدام السوق، هو جنبي فتح الله السوق بتاع الهانوفيل اللي في اول شارع الهانوفيل، فانا استنيت بره وعبد الرحمن هو اللي راح يجيب الفاكهه والخضار، فراح وجه مرتين وانا قاعده كده في وش الشارع. جبنا عنب، ده حب الوحيد، ده عشقي بقى، التين البرشومي ده يعني الصيف، وما جيش اسكندريه الا لما اكله، وده كده ماسك نفسه. لا ده انا كمان بحب المستوي، المستوي قوي يعني، حاجه زي دي كده الطريه اهي، ده عشقي. فايه الله يبارك له، ما تنسينيش برضك في الفاكهه اهي، حاجه كل ما تبقى كده بتبقى مستويه، المهم تشم ايه ريحتها ما تكونش بايظه، بس انا بحب المستوي ده جدا. ده كده جبنا الصوفين دول فاكهه بس. في عندنا لو تفتكروا في الفيديو اللي قبل كده البطيخ عندنا، طبعا جبنا بقى دخل على السوق تاني جاب الخضار بصل، وهي الشنطه دي ادي جاب خضره، وهنا فلفل رومي. فلفل رومي احنا تالت مره، ساعه ما جينا من جينا مصر هنا بنجيب تالت مره الفلفل الاخضر الرومي. ليه بقى؟ في كبده اسكندراني، في سجق، في تشويحات كده كتير، في سلطه، فبنعوزه كتير. طبعا هنا برضو في البطاطس لا غنى عنها، كده حاجات مقرمشات كده جنب الاكل. طبعا احنا قلنا نعمل، انا استغربت ان هو جاب الباذنجان الرومي، بس طلعت فكره حلوه ان هي البابا غنوج ده نعمله احنا بايدينا، لان هنعمل حاجات مشويات كده في العيد في اسكندريه هنا. تمام كده. طبعا زي ما انتم شايفين، هتشوفوا ورايا كده، في هنا فينو جبنا لزوم، فينو وكايزر عشان لسه باقي عندنا همبرجر، وبرده في السندوتشات للحاجات المشويات اللي احنا هنعملها. طبعا هعمل لكم برده في الفيديوهات بالمشويات دي، انا برده مش هعديها فرصه، وهعمل لكم المشويات سواء كفته او فراخ. فدي الحاجات اللي احنا جبناها النهارده، وبرده كنا هنجيب الشوايه بس ما قدرناش نشيلها، قلنا نرجع نروح بعد كده نرجع نجيب تاني ايه الشوايه. فالحاجات دي كده فاللي جبناها من السوق ومشوارنا النهارده. في الفيديو ده ان شاء الله هتبقى فيه حاجه غريبه حصلت، حتى انا وانا قاعده مستنيه ابو عبد الرحمن حد ما يجي من السوق، لقيت منظر غريب، صورت جزء منه وانا هعرضه لكم، على حاجه غريبه قوي حصلت، زي ما بتسمع عنها بقى ايه، تقولوا بقى سرقه، تقولوا حد خد حاجه مش بتاعته، حاجات زي كده. ان شاء الله هوريها لكم في الفيديو. وانا قاعده في الشارع في وش السوق، لقيت الست في جنب المحل بتاع السجاد ده، واحده ست قاعده هي وبنتها، وبيداروا على شنطه سفر وراهم ومش بتاعتهم، وهم مدارين عليها هم دول، ولغايه لما جابوا توك توك وشالوها حاجتهم بالشنطه دي، مع انها مش بتاعتهم جوه التوك توك. يا ريت بقى اللي يشوف الفيديو الاخر ما ينسيناش في اللايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلوا كل جديد باذن الله، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير باذن الله.